السكن والعمران والمدينة لتسليم شهادة استفادة للسيد بن حبيب علي، فليتفضل مشكورا. اليوم في إطار عيد الثورة التحريرية الموافق لفتح نوفمبر بتوزيع مفاتيح 200 سكن بصيغة عدل. 200 وحدة سكنية في ولاية الجلفة، 200 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار. شاكر السيد الوالي على المجهودات اللي يعني رافقنا في هذا التسليم، اللي سهل خلى التسليم يتجسد على أرض الواقع بزياراته الميدانية بمساعدتنا في حل المشاكل اللي كانت معرقلة هذا التسليم. ألف مبروك للمكتسبين ولاية الجلفة. نذكر أنه برنامج وكالة عدل في ولاية الجلفة فيه 3705 وحدة سكنية، تم تسليم منها بالتسليم تاع اليوم 1700 وحدة سكنية، قيد الإنجاز 2504 وحدة سكنية، هي الآن 2004 وحدة سكنية الآن قيد الإنجاز، واقفين على وتيرة الإنجاز ومتواصلين في عملية في الإنجاز هذه السكنات في الوقت يعني في الوقت المحدد في العقود، ويعني بالكاليتي اللي لازمة. إنه آخر اختيار للمواقع راح يكون على المستوى الوطني، راح يكون في نهاية شهر في نوفمبر. يعني هذا بمعنى إنه جميع مشاريع وكالة عدل اللي كانت متبقية على المستوى الوطني انطلقنا فيها. يعني وهذا الاختيار المواقع تقريبا راح يمس كل الولايات، وهكا نكونوا قد قمنا بتوطين جميع مشاريع وكالة عدل، وننتهي من انطلاق المشاريع في الأديال 2 قبل نهاية شهر نوفمبر. رسالة اطمئنان ثاني للمكتتبين اللي ما خلصوش الشطر الأول، انه الامور يعني تقريبا تم فك المشكل هذا، وراح نقوم في القريب العاجل ان شاء الله باستدعائهم. وشكرا لكم.